لمصلحة النجمة عالية، هي عرضية لحسين السعودي داخل المنطقة، خطيرة، جول! علي سعيد يضع الكرة في الشباك في الدقيقة 31. علي سعيد يأتي بهدف التعديل في الدقيقة 31. على طول الكرة اللي جات من حسين السعودي، هذا هو علي سعيد وضع له كرة في الشباك كهدف تعديل. فعلا هو الانشط، هو الابرز، النجمه في شوط المباراه الثاني، خصوصا بعد تسجيل السيتي لهدف التقدم. ياتي هدف التعديل مباشره من علي سعيد، هدف لهدف، هدف لهدف علي سعيد بعد